السلام حشعاكم ميوفو، اليوم رجعنا بمقطع جديد من لعبة هولو نايت. رجعنا بمقطع جديد ولساتنا في هاي المنطقة زي جواهر. صراحة بحزن انه هاي اللعبة ما بتجيب مشاهدات رغم انها مسلية كثير. هذا حرفيا ممكن يخليني اوقف تصويرها والعبها لحالي، بس ما نشوف شو بصير. على كل في اخر مقطع احنا لفينا كل هاي المنطقة، واتوقع طريقي هسة صارت من فوق في هذول المزعجين. أو لحظة، الليزر بلف. اوكي الليزر بلف. هالمنطقة خرافية. خريطة. هالمنطقة خرافية صراحة، مش زي المناطق الثانية. المناطق الثانية اوكي مسلية. اوكي انا خايف، بدي اروح اجيب الخريطة. المناطق الثانية بتخوف وصعبة بس مش مسلية. هالمنطقة بتخوف ومبينها صعبة شوي. اوكي لحظة. أو بدخل من جوا. أو بس الفرق انها مسلية حتى لو انها صعبة شوي. ايه انت هان، مرحبا. نايس. هنا واضح انه موت. اوكي بنكمل في طريقنا. بحتاج اضرب هذولا عشان اجيب شوية هيلينج. وات بنش. يس. ويت، هذا باص صح؟ اوكي يلا. اوتش. شيت. اوتش. هذا هو؟ ويت، هذا باص؟ اي فسخ البيس اوف شيت، هرب. صار معي 1200. لحظة، طالما انه هرب يعني راح يصير اقوى؟ ايش هذا؟ كان في شورت كات هم؟ ايتم شوب كيبرز كي. مش عارف ليه حاس هالمنطقة اسهل من المنطقة الكبل، يعني كان لازم اكون هنا قبل ما اكون هناك، بس الاشي واضح انه كان لازم اكون هناك اول عشان اجيب القدرة اللي بتوصلني لهان اصلا. مرحبا، هذا صاحبي. كاد بيحكي انه في قوة غريبة كاد بتسيطر على العمال اللي تحت، يعني هذا اللي كاد بصير مع صاحبي اللي مرة شفته كان يحكي أشياء غريبة. في قوة قاعدة بتسيطر عليه، هذا هو السبب إنه قاعد بنجني شوي. أوكي الأرض بتكسر هان، بس خايف أنزل. ولا بننزل، ليش لا؟ أو إيش هاي؟ وات؟ رانسيد إيج. شو يعني؟ هذه نفس. مرحبا. بقدرش. ها نفس الطريق من هناك، هذيك الطريق الغريبة اللي شفتها بس ما مشيت فيها، بس شكلها طريقي من هان. ايش هاي الدودة الضخمة؟ راح اواجه ايش زي هيك هسا؟ في واحد هناك مش قادر اوصله. ما بقدر اوصله، شو الهدف؟ شيت. اوكي شيت مان. اوكي افتح. هيلث. الله اكبر. اوكي ليزر. كل هذا عشان اوصل باص؟ هاي ترجع لورا. يس هيلث.
حلو هالشيء زي كأنه باركور، فاهمين علي؟ والله خرافي. ها؟ ليش شايف تتحرك هان؟ اوكي هنا في باص. وات؟ قلب؟ الدبل جامب؟ وان اند جرام فينج تو اول كنت تو فورس ريست ذا بوتن بلاست فورورد. وات؟ مش الدبل جامب. وين الطريق؟ سوبر داش. صرت اطير؟ اوه بحدد الجهة اللي بدي اياها وبطير. طلع لحد وين وصلت. قطعت كل المسافة. بقدر اسوي هيك بس واطير. هالاشي خرافي. بس هاي مش الدبل جامب. لحظة يعني هيك خلصت هاي المنطقة؟ يعني رجعوني لحظة عرفت. بسوي هيك وهيك. اوه بقدر احرك كثير اشياء هسه. كان في زي مسافة طويلة جنبه. لحظة هنا في تشيست. وات؟ اوكي. اوكي هالشيء مستحيل. اوكي. لا! شت راح اموت هان. لا 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 راح اموت هان. لا 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 مش وقت اني اضيع كل تقدمي. شت 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 شت. ما كانش لازم اجي هان. ما كانش لازم اجي هان بالمرة. راح اموت هان. راح اموت هان كنت عارف. اوكي بس يفترض اجيب روحي بسهولة. يفترض. وات؟ بسوي نفس حركاتك. هالاشي بخوف. راح اروح استعمل مصارية بعدين بجي بسوي هالاشي. اتوقع اذا رحت عند الدود بيعطوني حوالي 400، وبعد ما اجيب ال 400 اللي بدي اياها اظن برجع على هالمنطقة اسوي كل هالخبايص عشان بدي اشتري المصباح ب 1800. اوكي صاحبي طبعا اختفى لاني خلصت من هالمنطقة. يا اوف كورس. اوكي لو امشي هان وين بروح؟ انا وين؟ او دودا يور ويلكم. وات؟ بيس الشت يا خاين. شوي متت. لحظة هذا حيط. لحظة انت حقيقية ولا لا؟ اوكي انت حقيقية. في دود حرفيا زي الميمكس في دارك سولز. ايش هذا؟ لحظة وصلت ديرت ماوث؟ المدينة؟ في مصعد هانا. برو هاي احسن شورت كات في التاريخ. يعني عددهم لسه مش كبير 100% بس يا منيح مش بطال. اوكي شكرا شكرا. والله كمية. لحظة ايتم مع مصاري. كراب سونج هاي تشارم. طلع فوق وصلت 1800 بيرفكت. شكرا لك. مرحبا. That's the key to my store room. I thought I'd... لحظة what؟ أنا معي المفتاح اللي أنت مضيعه؟ أوه لحظة أنا لقيت مفتاحه القديم فهسه قدر يفتح زي صندوق قديم عشان يبيعني أشياء. إليجنت كي. لحظة هذا هو المفتاح اللي بيفتح هذاك الباب الموجود في منطقة السول. كمان ماسك شارد كمان فيسل. بس أنا بدي أشتري الضو هذا بحتاجه. بس اوكي اذا لكينا يعني زي مفتاح نعطيه هو. بس اوكي هيك اتوقع انجزنا انجاز كبير. اول شيء غلبنا الباص تاع المنطقه. ضايل لسه شويه اسرار امشي فيها بس هالمنطقه عجبتني كثير. جبنا القدره الجديده بس يعني بعد ما اخلص هالمنطقه وين اروح؟ لاني مش مفكر في اي منطقه ثانيه ممكن اروح عليها. فلازم تحكوا لي في التعليقات وين اروح بعد ما اخلص هالمنطقة، إلا إذا في منطقة وراها بس ما أتوقع. فاحكوا لي وين اروح بعد اخلص هالمنطقة، شكرا لكم المقطع،
بس حطوا لايك وشير سبسكرايب زي ما حكيت. هاي السلسلة ما بتجيب كثير مشاهدات. انا بحب اللعبة اوكي، بس يعني انا راح اكمل اللعبة اكيد، بس بجوز اكملها لحالي اذا موضوع المشاهدات ما تحسن، واشوف اشياء ثانية ممكن تعجبكم، لانه اذا اللعبة مش عجبتكم يعني بقدر العبها لحالي، مش ضروري انزل عنها. بس يا بس هذا كان معكم ايوفو، السلام عليكم.